ساير، اهلا وسهلا فيكم بغرفة الاخبار. هلا نحن بغرفة الاخبار. طبعا غرفة الاخبار. الله يستر. تفضل. شو صاير معكم؟ ايه شو والله شفت عينات والله مسليين. لا لازم مشان الكوميديا لازم مشان يعني يصير فيه تباين، عرفت كيف؟ واحد سمين كثير، واحد نحيف، تناقض هذا ايه بين شخصيات، فمشان هيك يعني ما له علاقة بالاكل او لا ما في اكل، كله مدروس الحمد لله. بس يعني نحن هيك دايت قاسي. ايهاب لحاله عامل دايت قاسي لما كان بالاردن. ايهاب يعني كانت صحته مناسف ومناسف. انا رح على اسطنبول يكون مبسوط يعني. انت مو داير بالك عليه. انا رح هو طول بينام الصبح ماسك موبايل كل الليل، فبيروح عليه الغداء كل مره. في بعد الغداء بيقضيها زعتر وهيك، فيصطفي. هي ما انكم سالتونا يعني. طيب سائر، اذا بدنا نحكي عن اخر شغل لكم اللي هو مجنون يحكي، انتوا طالعتوا شخصيه يمكن يعني استغربت العالم انه حطيتوا شخص موالي او مؤيد. شو كان الهدف منكم تحطوا هيك شخصيه؟ على فكره داود سالني انه ليش ما قالوا لي اجي معكم على المقابله، قلت له لانه موالي. قلت له لانك موالي ما بيطلعوك على قناه اورينت. لا نحن بنطلع كل السوريين. ايه طيب ماشي. يعني بلا هيك. طيب ماشي. هلا مجنون يحكي الفكره من قبل ما كانت موالي ومعارض، كانت شخص كثير ليبرالي وشخص كثير اسلامي، يعني اكثر يعني شعبي بس اقرب للاسلاميه، اللي هو نسبه كبيره من الناس يعني هيك انه مثل ما بيقول الاكثريه او العاميه خلينا نقول. بس بعدين لقينا انه الناس ما تفاعلوا مع هذول الشخصيتين، يمكن لانه مو كل النسبه، يمكن احنا غلطنا بالتقييم يعني. انه فبهذا الوقت الاكثر هن الموالي والمعارض. يعني الشعب السوري يعني النسبه الاكبر هلا الشرخ، في اكثر من موالي ومعارض. الشرخ الاكبر يعني هو الشرخ الاكبر هن مع النظام وضد النظام. فوقت اللي غيرنا لهدول الشخصيتين الاساسيات الناس تجاوبوا اكثر مع البرنامج. ما كان بدكم تكسبوا مثلا جمهور مؤيد؟ لا مو الفكره انه نكسب جمهور مؤيد، لانه المؤيد ما يمكن يزعلوا مني هلا، بس المؤيد يعني بالتأييد ما عنده حل وسط. يعني ما بيقبل انه يشوف برنامج كوميديا سوداء في واحد عم ينتقد النظام او عم بسب النظام اللي هو شخصيه. طب الفئه الصامت على الاقل مو مؤيدين، اذا حكينا هي الفئه يعني الرماديين. هلا حاطين هدف لتخاطبوا الرماديين بشكل او باخر؟ لا بس نحن في شيء يعني، نحن كمان مو هدفنا بس نخاطب بس هلا هو في شيء المعارض. نحن معارضين. طيب نحن معارضين، لكن اول ما طلعت الثوره المعارضين في لهم صوت، في لهم رساله. نحن بدنا بلد تعددي، بدنا بلد ديمقراطي، بدنا دولة مدنية، بدنا دولة نقدر نقول رأينا بدون ما حدا يعتقلنا. ما بدي احكي هذا الحكي كله بنعرفه. اذا نحن بدنا نعمل صفحة فيسبوك كبيرة، قناة يوتيوب، وننتج برامج ونقعد نخلي خطابنا نحن كمعارضين للمعارضين فقط يشوفوا، ما يشوفوا الفئات الثانية، ما يفهموا الفئات الثانية شباب الثورة شو عم بيفكروا. فنحن هون كشباب ثورة شو بنكون انتجنا؟ طيب انتوا شو بنكون وصلتوا لنتيجة؟ وصلتوا لنتيجة؟ ايه وصلنا لنتيجة. في كثير موالين عم يضيفوا لداهود. في كثير وعم يتابعوا البرنامج وعم ينقدونا احيانا، يعني بفوتوا بيعلقوا انه انتوا اوكي حطيتوا موالي ومعارض ورمادي، رمادية اللي هي ربا البنت اللي معنا. ايه فانه بس انتوا عم تظلموا يعني، ما عم تحكوا، عم تضلوا متحيزين للمعارضة. يعني بصير في نقاش جاد معنا. في بتقدر تفوت على التعليقات وتشوف يعني. هل انتم عم تمهدوا مثلا ليكون في تقبل للمؤيد ضمن الوسط المعارض؟ يعني انه مثلا مع استمرار الثوره ووجود يعني هدول موجودين شئنا ام ابينا، موجودين هن بالمجتمع السوري، بس كثير بنسمع مثلا نحن عائلتنا المؤيدين في قطيعه بيناتهم. طيب شو رايه العقيد؟ خلينا نسال العقيد. عم تمهدوا لهذا الشيء انه يصير متقبلون يعني؟ سياده العقيد تفرج على اسئلتك كلها مبطنه بس اتهامات وانا اسئله. بس ما تفضل يعني بدكم تقبلوهم بالمسابقه؟ هلا نحن ما فكرتنا انه نروج لانه نتقبلهم او لا، هذا بالنهايه هذا شيء بايد الشعب هو كله، إذا كان بيتقبل أو ما بيتقبل بالنهاية. أنت عم ترسل رسائل بالآخر كمان. نحن عم نطرح وجهات نظرنا وعم نشوف هنا يعني، عم نشوفهم هنا عم يشوفونا شلون بنفكر. مثل ما قالك أبجلا لما المؤيد يتفرج علينا إنه نحن مثلاً شو عم نفكر كذا، بده يشوف يعني إنه ما بده يشوف بس سياسة، ما بده يشوف بس أخبار، بده يشوف الشباب السائر اليوم مثلاً شو عم يفكر، ونحن كمان بدنا ننقل وجهة نظره بس لكن بطريقتنا يعني. بدنا نشوف كمان معناته إيهاب لتقدروا تضلوا تخاطبوا الكل، معناته لازم في عندكم خطوط حمراء، حاطين خطوط حمراء معناته انتم. هلا نحن يعني ماشيين على مبادئنا، ما في عندنا يعني نحن جماعه اولاد الثوره يعني، انه شو بدها تكون
خطوطنا الحمراء. شو الخطوط الحمراء؟ ما في خطوط حمراء. لا، اذا انتم فعلا بتضلوا تخاطبوا كل الاطراف معناته بالنهايه كل طرف هو عنده خطوط حمراء بتناول اي مساله. نحن خطوطنا الحمراء كيف ممكن نلتقى؟ انا بقول لك لا، في نحن هلا قد ما عملنا وقد ما جبنا مثلا ناس تحكي كرماديين وكمواليين، الخطوط الحمراء موجوده اللي هي خطوط الثوره اصلا ما بنقدر نتخطاها. طيب. اذا انا قلت له للموالي تعال شوف انا شو عم اعمل او عم جيب واحد يحكي باسمك، ما بيعني انه نحن والله صرنا مع انه بكره نتصالح والنظام يضل موجود والمجازر عم ترتكب كل يوم. اذا نحن حكينا مع الرمادي وحطينا حدا يطرح وجهه نظر الشخص الرمادي وكيف بيفكر باللي عم بيصير ببلده اليوم، ما بيعني انه نحن رضيانين عن الرمادي. طيب يعني هذا نحن هذا الشيء اذا متابع الحلقات عم نتابع. وفي شغله ثانيه حتى هلا نحن مشان ما نضل بذات المنحة، هلا مجنون يحكي الاخر شيء اشتغلتوه وكانه صار في شغل على الاعداد اكثر، ما عاد المساله يعني رايحه باتجاه العفويه مثل ما كانت قبل. صارت مختلفه. خلينا نقول البرنامج بيختلف عن يعني البرنامج فكرته، يعني نحن اول ما بلشنا البرنامج كان عندنا خوف انه البرنامج ما ينجح، بس فكرته البرنامج انه تجيب شخصيات متناقضه ببلد عم بيعيش تناقض بالنسيج الاجتماعي تبعه مثل الشعب السوري. هذا الشيء اللي خلانا نراهن ونآمن اكثر انه البرنامج رح يكون له مستقبل. لهلا نحن شغل مو عاجبنا، مو طيب. هذا المستوى اللي نحن بدنا نقدمه. طيب انت عم تحكي الصراحه يعني عم نسعى لانه نحن نتطور اكثر فنيا. انت عم تحكي ولا كاداء؟ كل شيء. هل تعتقدوا انه انتم دمكم خفيف ولا غلاظ؟ انا بشوف حالي غليظ. هلا شوفي، هلا الناس انت في عندك صار اليوم تقريبا مليون حدا متابع للصفحه، فكل واحد يعني مثلا بيشوفوا ناس. طيب انتم بتنزلوا للكثره يعني ناس مثلا بالصفحه. هذيك المره عملنا انتخابات سلبينا، ناس صوتت لعب جلال، ناس صوتت ليس. لا هو انت يعني ذكرت هالنقطه هاي تحديدا لانه يمكن ناس صوتت لعب، وكل حدا بيحب كاركتر معين، في ناس ما بتحب داود. فاز داود يعني معقول فاز مؤيد. فاز مؤيد لانه داود ديمقراطيه ولا ديمقراطيه؟ خلص لا ديمقراطيه فاز، وهلا هو ادمن سلبينا لانه بس انت كنت عم تقول لانه ليه؟ انا المؤيدين انتخبوا وفي معارضين بيحبوا انتخبوا. ايوه طيب يعني شوف انت يعني حكيت شغله انه المؤيدين عن جد هو فاز اول شيء. هلا لا تفضح، خلاص فاز فاز. معناتها عن جد جمهوركم في جمهور كبير من المؤيدين، مو فايز بشكل مو جايب ولا صوت. المؤيد يعني المؤيد اللي بده يدفع. انا رح اعطيك من الاخر. المؤيد اللي بده يتفرج على سلبينا وعلى مجنون يحكي ويدي يتقبل انه يتفرج علينا كمعارضين، هذا بنعتبره نحن نجاح لنا. وقت اللي بنصير نحن بنمدح والله النظام يعني شوفوا والله كنا عايشين، وقت اللي نحن نفوت نحن نتمنى هاد وجهه النظر هاي، هون نحن بنكون بلشنا ننافق وعم نستدرج بالمناسبه سلبينا الصفحه يعني نسبه الاعجابات اللي فيها وانه اللايكات اللي فيها قليله كثير مقارنه مع شعبيه الصفحه ومع نسبة الوصول المتصفحين. هاي الشغلات اللي بيشوفوها بس الادمنز، يعني في حدا بيتابع بس مو شرط يبدي اعجابه، يعني ممكن يكون بس عم يترقب الصفحة. سلبينا اللايكات فيها اقل من كثير صفحات تانية حتى مو معروفة او ما بتشتغل نفس الشيء. في ناس بتخاف يعني تتفاعل، يمكن قصدك في كثير ناس بيشوفوا بالشام مثلا بخاف يحط لايك او بخاف يكتب كومنت. حتى في منهم بامريكا، جماعة الله يطفيها بنوره، هو بامريكا بيقول لك بدي احسب حساب الرجعة. انه الصراحة ايفا نحن مظلومين بهالقصة، صفحة لأنه معارضة أخذت يعني معارضة كثير وعم نشتغل شغل يمكن ما حدا يعني نحن ما عنا رقابة التلفزيون. هذا يمكن عطيك حرية أكثر. عطينا حرية أكثر، يعني أحيانا في ألفاظ ما بتطلع على التلفزيون، أحيانا في عنا بتطلع. ما بقصد إنه قلة أدب، بس يعني معايير الإعلام صعبة شوي. فهذا الشيء ظالم الصفحه من ناحيه التفاعل. يعني احنا بنتمنى لكم النجاح وان شاء الله بنشوفكم اعمال يعني ناجحه اكثر عند المؤيدين والمعارضين. في كمان يعني برامج غير مجنون يحكي ان شاء الله جاي على الطريق، يعني اكيد الناس شغلات بنستنى هذا الشيء. وشكرا لوجودكم معنا بغرفه الاخبار، لو انه ما حكينا عن الاخبار بس نحن بغرفه الاخبار. يعطيكم العافيه. شكرا.